عزيزي المشاهد، مساء الخير وأهلا وسهلا بيك في حلقة جديدة من برنامج الإنسان والإيمان. الله شخصية عظيمة، شخصية فريدة، الله قدوس، الله صانع معجزات. المشكلة أنه في كل الأديان، كل دين من الأديان قدم صورة مختلفة عن شخص الله، وحتى داخل الدين الواحد هناك معتقدات مختلفة، هناك مذاهب مختلفة، هناك أطياف مختلفة متعددة داخل الدين الواحد. كل فريق، كل معتقد، كل طائفة بيتصور الله بصورة مختلفة عن الآخر، وكل فريق من الفرق الدينية بيتصور أن هو بيدافع عن الله الحقيقي، بينما هو بيدافع عن صورة الله اللي اترسمت في ذهنه أو اللي ذهنه صورها له عن الذات الإلهية. احنا في حلقتنا النهاردة هنحاول ان احنا نتعرف على الله الحقيقي، مش الصورة المزيفة اللي صنعها البشر عن الله، لكن صورة الله الحقيقي المحب الودود الرحيم، الله الذي فدى وخلص الإنسان. يسعدني ان ارحب بضيفي الكريم في هذه الحلقة، نيافة الأنبا ماكسيموس. أهلا وسهلا بنيافتك معنا. أهلا بيك جناب القسيس، وأهلا بموضوعاتك وأسئلتك الشيقة في كل مرة. لما بنقرأ الكتاب المقدس بنجد أن الكتاب المقدس فيه عهدين، العهد القديم والعهد الجديد. صورة الله في الكتاب المقدس، هل نستطيع أن نقول أنها صورة واحدة ولا في اختلاف بين الصورتين؟ اختلافا كاملا يا جناب القسيس، جوهريا. وهذا راجع إلى أن الله لم يره أحد قط نهائيا بشهادة العهد القديم نفسه، شهادة حادثة حينما طلب موسى من الله أن يراه، وكانت الإجابة دايما العهد القديم بيقول لا يراني الإنسان ويعيش، ومن ثم فطلبه رفض ولم يرى الله. العهد الجديد بيقول الله لم يره أحد قط، ومن ثم فكل ما هو مكتوب في العهد القديم من بدايته إلى نهايته مبني على انعدام الرؤية كاملا، وانعدام الرؤية المباشرة بأي حال من الأحوال لله. يعني ومن ثم تجد يعني حالة من التناقض الرهيب، بحيث انك اذا اردت او كما يقول البعض ان تساوي بين الرؤية اللي بيقدمها العهد القديم والرؤية اللي بيقدمها العهد الجديد لنفس الإله، يبقى لازم يا إما هذا الإله عنده فصام يا إما هذا المؤمن عنده فصام. لكن إذا لم يستيقظ الذهن والوعي إلى الحقيقة اللي احنا طرحناها الآن، فالبديل يعني مؤلم ومسيء إلى الفكرة الإيمانية من أساس. طيب ليه بتختلف صورة الله بين البشر وبين المعتقدات والديانات، بينما شخص الله هو شخص واحد لا يتغير؟ لأن ولا واحد من هؤلاء رآه، ولا واحد يعرف الحقيقة، وكل واحد بيسقط المعلومات اللي عنده عن الله اللي سمعها من الآخرين، بيسقط التصور اللي عنده عن الله، الصورة الذهنية اللي هو كونها عن الله من خلال ما قرأوا من أنبياء سالفين، ما كونه من فكرة شخصية مبنية على
معطيات فلكلورية عن الله من المجتمع الذي نشأ فيه وهكذا. فالسؤال ببساطة يا سيس، هذا الذي يبشرني عن الله، أنا عايز أوجه له سؤال واحد، هل رأيت الله؟ فإذا أجابني بنعم أديه ودني وأفهم منه إمتى وكيف رأيت الله. أما إذا كان لم يرى الله فكيف أعطيه أذني وأسلم له ذهني لأسمع منه ما يقول عن الله؟ هي دي المشكلة، المشكلة اللي يعني الناس اللي صاروا ملحدين اتواجهوا معها بصدق حرية. المؤمنين في أغلب الأحيان أغلقوا أذهانهم عن الحوار والإجابة على السؤال، واكتفوا بالقتال أو اتهام الذين يطرحون الأسئلة التي طرحتها الآن بأنهم ملحدين، كافرين، رايحين النار، جايين من النار وهكذا. في مقولة بتقول إن هناك صورا لله بعدد البشر أنفسهم، هل هذه العبارة صحيحة؟ 100%، لأنه إذا لم يكن يعني فيها بعض صيغة المبالغة إنه بعدد البشر أنفسهم، هي بتعبر عن الفكرة أن كل الصور المطروحة عن الله هي تكوين ذهني وصورة ذهنية صنعتها العقول البشرية عن الله. طب صورة أن الله ملك يجلس على عرش، من أين أتت هذه الصورة؟ من صورة الملك، جلالة الملك، لأنهم أسقطوا على الله الصورة الحسية اللي هم بيعرفوها عن جلالة الملك بكل معطياته بقى، أنه المتسلط اللي يعمل هو عايزه، اللي يقدر يمتهن حرية الرعية بتاعته، اللي الرعية عبيد ليه، اللي كلماته مطلقة، اللي يقدر يعمل كل اللي في دماغه. فهم أسقطوا الصورة الحسية عن الملوك أو شيوخ القبائل بتاعتهم أو أمثال هذه الصور من الحكم والقيادة، أسقطوها على الله مع اتساع الفكرة بقى، يعني إن الإنسان محدود لكن الله بهذه الصفات بس هو غير محدود، فانتهوا بينا إلى صورة صعب إنك تقبل أن يكون الله بهذه الوحشية، بهذا الانتقام، بهذه ردود الأفعال اللي يعني تناسب ناس صغيرين، مش حتى أناس حكماء، يعني ردود أفعال إنسانية تليق ببشر صغيرين في حكمتهم. ومن ثم نحن في مشكلة يعني مؤسفة من هذه الصور اللي بيسكتوها لنا عن الله. الله هو إله المحبة وإله السلام، هناك دعوة للعنف وإراقة الدماء في العهد القديم، هل الله دعا أنبياء العهد القديم إلى القتل وإلى إراقة الدماء؟ أنا يعني عندي إجابة قاطعة يا سيس، وهذه الإجابة قاطعة من كلام الكتاب المقدس نفسه. المسيح
لما تحاور مع اليهود قال لهم أن موسى أذن لكم أن تطلقوا نساءكم، وأما من البدء فلم يكن هكذا. وموسى أذن لهم بإيه؟ بأنه الرجل من حقه أن يطلق امرأته لأي سبب، وأن هذا حق الرجل منفردا دون المرأة. فالمسيح بيقول لهم أن موسى أذن لكم، وأما من البدء لم يكن هكذا، وأما أنا فأقول لكم أن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني. يجعلها تزني يعني إيه؟ يعني تترمي في، لما بتترمي في الشارع لما بيطردها لأي سبب، روحي أنت طالق، خلاص بقى الطالق. مجتمع مختلف النهاردة، كل الستات بتشتغل أو أغلبهن، ما كانش كده وقتها. فماذا ستكون النتيجة؟ أنها تخرج إلى هذا المصير المحزن، يجعلها تزني. أما أنا فأقول لكم، هنا في بيعدل على الوضع اللي أعطاه موسى. لو كان الله الآب السماوي هو اللي قال هذه العبارات، لا يمكن بأي حال من الأحوال وتحت أي ظرف من الظروف إن المسيح يغير كلام الآب السماوي أو يعدل على الآب السماوي. يبقى بمنتهى الوضوح والصراحة أن التشريع هذا من وضع موسى. لكن لما تيجي تتكلم عن الوصية، لما قالوا الشاب الغني وقال له كيف تقرأ، فقرأ عليه الوصايا. فلما قرأ عليه الوصايا قال له افعلها أنت تحيا بها. ليه؟ لأن الوصايا التي أعطيت بترتيب ملائكة، الناموس الذي أعطي بترتيب ملائكة، لوحي العهد اللي يعني مجازا قالوا إنها بأصبع الله، وهي طبعا من إعداد ملائكة، هذه هي وصايا الله اللي ما يمكنش إنها تتغير. هو قال لا تقتل، ما يمكنش إن يقول اقتل. لا تزني، ما يمكنش إن يقول ازني. ففي فرق بين الوصية والأحكام التشريعية. الوصية هي التي أعطيت من الله بواسطة ملائكة لموسى، أما التشريع فهو من صنع موسى. فموسى كان أمير مدرب على التشريع، ونقل نسخة من الحكم الفرعوني اللي حكم الشعب بالحديد والنار، وعمل نسخة مكيفة على واقع هذا الشعب اللي خارج من عبودية. يعني عاش قهر العبودية وعليه. فلما تيجي تقول لي ربنا قال لموسى اقتل، يبقى ده مش الله اللي أنا بعرفه، يبقى ده مش ده الأب السماوي. فإذا كل هذه الأحكام ليست أقوال الله. لكن لما تيجي تقول لي الله قال لموسى قول للشعب لا تقتل لا تزني لا تسرق، أقول نعم هذه وصايا الله. فهنا لابد من الفهم فين وصايا الله وفين أحكام الشريعة اللي سنها النبي موسى اللي هي قابلة للتغيير. يعني إذن القتل وحرق الأحياء لم يكن أبدا من ضمن مشيئة الله إطلاقا، هو من صنع الإنسان 100%. لما بنروح لقصة سدوم وعمورة، بنجد إن في أطفال أبرياء أحرقوا وأبيدوا. هل يعني أهليهم أو هم كانوا أشرار يستحقوا الهلاك والفناء بهذه الطريقة البشعة؟ إن هم أشرار، فالإجابة نعم. إن أهليهم وعيالهم وكلهم أشرار، الإجابة نعم. إنهم مستحقين للموت، الإجابة نعم.
كل ده صحيح، ولكن انه الله هو اللي قال له اقتل، الاجابه لا. ليه بقى؟ جبت انا الكلام ده منين دلوقتي؟ موسى شاف ان الزانيه مستحقه للموت، شاف انها تحت الموت، فترجم وعبر عن حاله الرؤية والإلهام اللي هو شايف انها تحت الموت بانه يرجمها، فشرع برجم الزانية. يشوع شاف انه هذا الشعب اللي بيقدم اولاده اطفاله لمولك، مولك ده كان تمثال من النحاس، عامل ايديه كده اهو، ويقعدوا يسخنوا تحتها النار ويحطوا الطفل تقدمها يحترق في ايدين هذا المولك، وحشية. شاف ان الناس دي مستحقة للموت، وانه على بعضهم كده يستحقوا الموت، فابادهم قتل ابادة. الموقف نفسه كان قدام المسيح نحو المرأة الزانية، شاف انها مستحقة للموت، فعمل ايه؟ تغير حياتها من حالة الخطية المستحقة للموت إلى حالة الطهارة غير المستحقة للموت. هو بقى ده الفرق، إن الرؤية حقيقية، الإلهام حقيقي وهو واحد، إن ده مستحق الموت، دي مستحق الموت، ده مستحق الموت. تعبير عن الرؤية انه مستحق للموت، ان ده ذبح الناس كلها وده رجم الزانية. اما المسيح فعمل ايه؟ اعفاها من الموت بطريقة حقيقية، مش بطريقة تزييف، مش كسر كلام الاب السماوي، لا، هو اعفاها بان غير حياتها، شع فيها بقوة القداسة اللي غيرت حياتها لما بتاعت مستحقة الموت. ومن ثم اهو ده بقى الفرق في استعلان صورة الله. يبقى ده شاف صورة الله ازاي؟ بالطريقة اللي عبر عنها. وده شاف صورة الله ازاي؟ بالطريقة عبر عنها. يجي للمسيح بقى، هو قال ايه؟ ليس احد رأى الله الا الذي من الله، بيتكلم عن نفسه. فشاف صورة الله ايه؟ ان الله يريد ان الكل يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أن الله يريد أن يخلص الخطاة، بس مش يخلصهم بزور، يبقى مستحق للموت يقول له لا معلش يا حبيبي سلامتك، لا، خلصه من الموت بأن شفاه من الموت وشفاه من الخطية، فلم يعد مستحق للموت. كده الصورة بتوضح كيف رأى كل صورة الله، وكيف عبر عما رآه بالأحكام التي أنفذها على البشرية. طب النار والكبريت دول جم منين اللي حرقوا سدوم وعمورة؟ هذه شهب ونيازك سقطت على سدوم وعمورة. الطوفان، هذه أمطار زي اللي بيحصل هنا بالظبط، هذه عواصف وتورنيدو وهيروكين زي اللي طلع على فلوريدا وغرقها. الآن احنا عندنا أرصاد جوية وعندنا ناسا بتقدر تتنبأ بأن هنالك يعني جسم سماوي هيسقط، فضائي يعني هيسقط على الأرض في المنطقة الفلانية، أو هيحدث فضائيا وكونيا كذا وكذا، بتدينا إنذار. الأرصاد الجوية تنبأت بالهيروكين اللي جاي على فلوريدا، فأعطوا الناس إنذار فأخذوا المنطقة. في ذلك الوقت مفيش أرصاد ومفيش ناسا، لكن في رجل الله اللي يستطيع ان يستقبل اشاره
بدل ناسا بان في كارثه هتحصل، فاعمل اخلاء لنفسك واسرتك واخرج من هذا المكان. الصوره اللي بيشرحها العهد القديم وبيتكلم مع عقول يعني على قد امكانياتها بيشرحها بالطريقه اللي هو بيعملها، اللي هو بيقولها ان الله هو اللي بيرمي الناس بهذه النيازك. الله ليس قتال ولا مدمر، لكن الله صانع نجاه لمن يستحقه، اللي كان هو لوط مثلا. فمن محبته وعدالته وامانته مع الانسان الامين معاه اللي غير مستحق لانه يقع تحت هذه النيازك، زوده بنظام انذار مبكر عشان ينجو. فاذا الدور النبوي هنا هو الدور التحذيري للنجاه وللخلاص، وليس كما تقرا القصه في العهد القديم. هل ربنا ما كانش قادر يغير قلوب الناس الاشرار دولت؟ دي برضو جزئية مهمة قوي يا جناب القسيس، اللي العهد القديم نفسه والموروث الديني لغاية النهاردة موجود في المسيحية. ألاقي الستات يصلوا ويقولوا إيه في الصلاة في الكنيسة، يا رب هاتني غصب عني وغير قلبي غصب عني. طبعا الناس دي ما فهمتش حاجة خالص عن الإنجيل. يعني إيه غصب عني؟ ده هو اللي بيميزك أيها الإنسان، الحرية. فإذا لم تختار أنت بحريتك فقد انتفت عنك صفة الإنسانية، مفيش حاجة اسمها غصب عني. فلما جاوب سؤال جنابك هل الله ما يقدرش؟ الإجابة نعم ما يقدرش. ليه ما يقدرش؟ لأنه ما يقدرش يتجاوز صلاحه واحترامه لحرية الإنسان. ما يقدرش يبقى محب ذات نفسه يمسخ الإنسان الحر إلى حيوان بلا إرادة. فهو خلقه على صورته في الحرية، وهو الحر والمحب الأعظم اللي مش ممكن يمتهن حرية الإنسان. الناس اللي بتفجر نفسها وهي تظن أنها تدافع عن الله، الناس دي يعني هل اللي بيعملوه ده صح؟ هل في طريقة للحوار معاهم؟ طبعا اللي يفجر نفسه ده مش ينفع نتحاور معاه، بس على الأقل الناس المتطرفين دول محتاجين حوار. دي أكبر غلطة يا سيس بنعملها. أكبر غلطة إنك تعمل حوار مع هؤلاء، لأنه نمرة واحد هو لن يسمعك، ولكن النتيجة السلبية لأنك تعمل حوار معاه أنه يظن نفسه حكيما في عيني نفسه، ويظن نفسه أنه مركز قوة، وعشان كده بيتحايلوا عليه وبيحاوروه. اللي زي ده يعني هو مؤسس فكرة انه بيعمل مشيئة الله على اساس ان النصر من عند الله، فلما بيعمل انجاز بينسبه الى الله. يبقى الحل الوحيد ليه ايه؟ الحل الوحيد ليه انك تقهره بكسرة عسكرية. اذا لم تنجح هذه الكسرة العسكرية أن تسحق الوهم اللي عنده أنه من عند الله، وتقول له فين عند الله في الكسرة العسكرية الساحقة اللي حصلت لك، إذا لم تنجح في أن بهذا السحق يزحزح ذهنه ليكتشف وهم ما هو فيه أنه أن الله بينصره، فعلى الأقل هتوقف الشر بتاعه والظلم بتاعه. فعبثا وإضاعة للوقت
انك تتكلم مع ناس ارهابيين وتقول لهم جددوا الخطاب الديني. وده اللي احنا شفناه، انه لما الرئيس قال لهم جددوا الخطاب الديني تحولوا الى مدعين انهم لا يوجد حاجة للتجديد، وان الرئيس هو اللي غلطان. تجديد خطاب ديني ايه؟ شايف رد الفعل؟ شايف رد الفعل مع العقول اللي متبرمجة على الفكرة الإرهابية، انك لما تحاوره يزداد عناد ويزداد الحاح على الفكرة السلبية اللي عنده وليس العكس. نتنقل بقى للمسيح. هل المسيح هو الله ذاته ولا هو صورة الله؟ المشكلة في التعبير هنا يا أسيس إنه التشبيه بيبتدي من إيه؟ التشبيه بيبدأ من النور، وهذا النور يخرج منه الشعاع. ففيه عشان الناس تفهم الثالوث بطريقة لاهوتية صحيحة كما علم بها آباء الكنيسة والعهد الجديد، في أصل وفي نور خارج من النور، مولود من النور. يعني كلمة الآب هذه هي مش الأب، هي الآب. الآب هي كلمة أرامية معناها أصل الوجود. ففيه النور الأصل وفيه النور المولود. طبعا لو قلت ان النور المولود حاجة غير النور الأصل يبقى راحت الحكمة، وده معنى انه جوهر واحد. ولكن لو ما ميزتش ان النور الأصل له صفات مختلفة او متميزة عن الشعاع يبقى برضو راحت الحكمة، أنه النور الأصل التوهج الأصلي لا سرعة لهم، لكن الشعاع يسافر وله سرعة. إذن في تباين وتميز في الصفات. أهو الجوهر الأصل، النور الأصل لا سرعة له، النور المولود من الأصل له شخصية مختلفة أنه يسافر. وفي الوقت نفسه ما تقدرش تقول أن دول كيانين منفصلين، هو النور جوهر واحد في النهاية. فلما تيجي تقول هل الله هو المسيح، يعني أنت بتقول عن أنه المسيح هو الآب، لأن لفظة الله لم تطلق في العهد القديم مجردة هكذا إلا على الآب السماء. وده هيوصلنا لبدعة سابيليوس اللي قال لك إن الآب هو الابن والروح القدس. فحينما نقول أن الآب مجرد الله مجرد، يبقى بيتكلم عن الآب. ولما يقول في العهد الجديد الرب، يبقى بيتكلم عن الابن المتجسد. اللي بيربط الكلام في بعضه ايه؟ كلام المسيح نفسه، انا في الاب والاب فيه. يبقى في فرق انك تخلط بين الاب هو الابن، فده مش كلام انجيلي، كلام الانجيل ولا كلام المسيح، وبين انك تقول ان الاب في الابن. عشان كده احنا برضو بسبب يعني بساطة عقول الناس، الكنيسة علمتهم نقولوا باسم الآب والابن والروح القدس. بس الصحيح أو الدقيق، وده كلام قديس باسيليوس في بقال عن الروح القدس اسم الكتاب، قال لك ما هيش واحد زائد واحد زائد واحد، ده هي واحد في واحد في واحد. فالصحيح إنه يبقى باسم الآب الذي هو في الابن الذي هو في الروح القدس، وهو إله واحد.
فهنا الالتباس في ترتيب الكلمات بيوصلك إلى نتائج مختلفة. ومن هنا جت المشكلة إن المؤمن اللي مش فاهم الكلام اللي أنا شرحته يعني يخدع في العبارة وما يفهمش إن كلمة الله هو المسيح هي عبارة حرطوقية وليست تعبير عن الإيمان بالثالوث اللي بيعبر عن المسيح. الله حب يقول لنا إيه في تجسده في شخص المسيح؟ ده بقى جوهر القضية كلها. هو مش بقى حب يقول، هو حب يعمل إيه؟ وحب يعمل إيه؟ أن جسد المسيح صار هو الوعاء الوسيط بين الله والناس، إنه ينقل النور اللي في الله للإنسان. بس وأنا بقول ينقل النور اللي في الله، لازم أقول إنه النور اللي في الآب هو اللي في الإبن. لكن لما يوصل لغاية عندي ما يبقاش هو، ما يبقى إيه؟ يبقى ضي النور. فإذا ينقل إلي ليس جوهر الله، ولكن ينقل إلي حياة الله. يعني إيه حياة الله؟ يعني الله عايش في إيه؟ عايش في هم وقلق وحزن وقلق وعولان هم؟ الله عايش حياته إيه؟ حياته فرح، حياته مجد، حياته نصرة، حياته ما فيهاش خوف، دي حياة الله. فهو ده بقى اللي اسمه ضي النور، إنه بينقل لي صفات الحياة هذه، بينقل لي الفرح اللي فيه، بينقل لي المجد اللي فيه، بينقل لي الحب اللي فيه، أدي معنى بينقل لي حياة الله. ففي فرق بين إنه يديني ضي النور يعني حياته زي ما شرحت، وبين إنه يديني النور نفسه اللي هو جوهر النور. لا، أنا ما باخدش جوهر النور. فرق بيني وبين المسيح إن جوهر النور اللي في الآب، شعاع النور هو اللي حل فيه، لكن أنا مش باخد جوهر النور، أنا باخد ضي النور هو حياة الله كما شاء. عزيزي المشاهد، الأستاذ عباس محمود العقاد وهو يتحدث عن السيد المسيح قال: جاء السيد المسيح بصورة جميلة للذات الإلهية. الله لم يره أحد قط، لكن شخص المسيح هو اللي قدم لينا بمحبته بموته على الصليب، قدم لينا محبة ربنا ورحمة ربنا وعدل ربنا. رأينا في شخص المسيح كل كمالات الذات الإلهية. أدعوك عزيزي المشاهد لأن تلتقي بالمسيح المخلص الذي يستطيع أن يغير حياتك بالكامل. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي الكريم نيافة الأنبا ماكسيموس، شكرا جزيلا لوجود نيافتك معنا. أنا اللي بشكرك جناب العسيس، وأشكر أيضا جميع الذين يتابعون. أشكرك عزيزي المشاهد لمتابعتك لحلقتنا. لو كان عندك أي تساؤل، أي تعليق، أي مداخلة، عناويننا بتظهر قدامك على الشاشة. يسعدنا أن نكون دائما على تواصل، وإلى أن نلتقي في حلقة مقبلة أتركك في رعاية